يسعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا في جل النواحي، ما عدا في شرق الخط طنجة العرايش الرشيديه وفي غرب الخط سمارة القويره فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت من الجهه الشرقيه في عامه النواحي، ما عدا في سوس تادلة ونحي الدرعة فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو معتادلة في كل المناطق. الرطوبة في الجو طالعة ما بين 55-80% في غالب المناطق وبالخصوص النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تطلع بشي درجات على ديال البارح، 19 درجة في الأطلس المتوسط، 20 درجة في اللوكوس ونحية الريف، 21 درجة في المنطقة الشرقية، 22 درجة في سايس عبدة والذهب، 24 درجة في الغرب الشاوية درعا ونحية التفيلات، 25 درجة في الساقية الحمراء، 26 درجة في تادلة ونحية الدكالة، 28 درجة في الحوز و 29 درجة نحية السوس. إذن الحال غادي يزيد يعتدل في الحرارة ديالو اللي غادي تطلع شوية على ديال البارح. الريح فيه من الجهة الشرقية لكن بقوة معتدلة عامة، والرطوبة طالعة في النواحي اللي ما بعيداش على السواحل. وهذا الطقس موالم بزاف لتكوين النوارة في عدة فلاحات وأنواع ديال الشجر، واللي غادي يخصهم إذن شوية ديال الأسمدة والمواد المغذية اللي فيهم باش يواجهوا الطلب ديال الزراعة ولا ديال الشجر في هذه المرحلة المهمة والحيوية مناش دايزين، وبالخصوص محد الأرض والتربة من الدياوراوية. وإن شاء الله بالتوفيق ورمضان إن شاء الله بالصحة والهنا وطول العمر.